تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 5 أبريل 2016. الموضوع ده زي ما بقوله كل مرة، لا أقصد أحدد بيه مواعيد، محدش يفهمني خطأ، لا أقصد أخوف حد، بل بالعكس بزعل من اللي بيخاف من هذه الكلام، لأنه المفروض أولاد ربنا ما يخافوش. الموضوع ده أنا بقوله لثلاث أهداف مهمة بوضحهم كل مرة: للإيمان والعدم الخوف والاستعداد. فربنا قال لنا بوضوح علامات كتيرة هيحصل. ليه ربنا قال لنا؟ ليه قصد يقول لنا هيحصل في الزمان الأخير اللي ما نعرفش زمنه قد إيه؟ الزمان الأخير 7 سنين، 700 سنة، ما أعرفش، 7000 سنة، الله أعلم. طبعا لا، مش 7000 سنة، ولكن ما أقصدش أعرف قد إيه الزمان الأخير ده. لكن ربنا قال لنا هيحصل العلامات دي. قال لنا هتسمعوا هتحصل حروب وأخبار حروب، أمة على أمة، مملكة على مملكة. هتسمعوا عن الزلازل، الزلازل تزيد، تكون زلازل عظيمة، تحصل مجاعات، هتحصل أوبئة، هتبقى مخاوف باستمرار، مخاوف أي نوعها بقى ما حددهاش، مخاوف اقتصادية، مخاوف سياسية، مخاوف كتيرة، وعلامات عظيمة في السماء. الناس يخشى عليهم وخوف وانتظار ما يأتي على المسكونة. ليه ربنا قال العلامات دي وقال الولاد العالم يكونوا خايفين مش ولادنا؟ لثلاث حاجات مهمة. أولا، ربنا قال لنا العلامات دي علشان ما نخافش. لو ربنا ما كانش قال لنا العلامات دي وابتدينا نسمع الأخبار دي في هذه الأيام كنا هنبقى مخضوضين. لكن ربنا سبق وأخبرنا قبل ما تحصل، عشان ما تحصل ما نبقاش خايفين. فقال لنا في إنجيل متى 24 عدد 6، هتسمعوا بالكلام ده كله، انظروا لا ترتاعوا، ما تتخضوش، ما تخافوش، ما تبقوش زي ولاد العالم. الحاجة التانية، ليه ربنا قال لنا العلامات دي قبل ما تحصل؟ قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمن؟ قال لنا قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش. ما نؤمن بالكتاب المقدس في زمن بيشككون في كل كلمة قالها الكتاب المقدس. والحاجة الثالثة والمهمة جدا واللي بكررها كل مرة، عشان حياة استعداد في زمن أصبحنا العالم يتفنن في سرقة وقتنا وما نستعدش ولا حتى نلحق نصلي ونقف نتكلم مع ربنا ولا نقرأ في الكتاب المقدس. فزي ما قال لنا في إنجيل لوقا، ومتى ابتدأت هذه تكون؟ انتصبوا وارفعوا رؤوسكم. ليه؟ نجاتكم تقترب. خلي بالكم، أول ما تبتدي تسمعوا عن الكلام ده تبتدي تنتبهوا، تبتدوا تشوفوا حياتكم الروحية قبل ما مشاغل العالم تسرق حياتك بالكامل. هو ده اللي قاصد يقوله لنا ربنا. فأنا لا أقصد أخوف حد، ولا أقصد أتنبأ بحاجات معينة، ولا أقصد أحدد مواعيد معينة على الإطلاق. واللي يفهمني في أي حاجة من دول هو فهمني خطأ. أنا أقصد أقولها علشان ما نخافش، لأن ربنا سبق وأخبرنا بيها، ونفس اللي أخبرنا بالحاجات دي وقال لنا هتحصل في نفس الوقت وعد إن هو حافظنا وناقشنا على يمينه. وأيضا قال لنا الحاجات دي هتحصل علشان لما تحصل نؤمن ونصدق كل وعود ربنا اللي وعد بيها، وأيضا علشان نستعد وننتبه في زمن فعلا بيحاول يبعدنا، يحاول يشغل وقتك بالكامل طول اليوم وما تلحقش تقضي وقت في حياتك الاستعداد لأبديتك. بعض العلامات، علامات في السماء، وزي ما لنا الكتاب المقدس في سفر الرؤيا أنه هتزيد الأخبار عن علامات في السماء وعلى الأرض، وزي ما لنا نجوم السماء تتساقط، جسم فضائي غامض كبير يصطدم بالمشتري، وآدي صورته وآدي مكان الاصطدام، وشوفوا آدي حجم الكوكب وآدي كان حجم الاصطدام على سطح الكوكب قد إيه. آلة جديدة على وجود جسم فضائي في أطراف مجموعتنا الشمسية، نيزك يرى من فلوريدا لغاية جاكسونفيل، كل المسافة دي كلها، كرات نارية تنفجر فوق كندا وأسبانيا واللي زادت جداً، بالإضافة 3 مذنبات تعبر بالقرب من الأرض يوم 5 إبريل، من 1690 جسم فضائي قريبين من الأرض. أكرر الرقم ده مرة تانية، 1690 جسم فضائي بيقربوا من الأرض. بصوا كل الأرقام اللي قدامكم دي أرقام مذنبات هتعدي قريبة من الأرض أدوبك، بس في شهر إبريل وأول أسبوع في مايو، ودي الأبعاد الفضائية. عندك مثلا اللي هو FW13، ده هيبعد على مسافة 0.8 مسافة الأرض والقمر.
طب مش ده سبق واخبرنا بيه الكتاب المقدس ان ده هيحصل وهتبقى فيه علامات عظيمه في السماء؟ ما هو ده معنين، وكالات الفضاء بتقول الكلام ده، وكالات الفضاء بتقول الاجسام اللي بتقرب من الارض زادت جدا نسبتها، ولكن حتى الان ربنا حامي لانه وعد ولاده لغايه ما يكتمل الزمان. العالم غير مستعد لعاصفه شمسيه قويه، احتماليه حدوث عاصفه شمسيه قويه بيزيد، ده حتى كتير من العلماء بيقولوا it's not a matter of if, it's a matter of when. يعني مش مطر إذا كان هيحصل ولا لأ، ده الموضوع إمتى هيحصل. هو بالاحتماليات ولازم يحصل، ولكن المشكلة هيحصل إمتى. وبيقولوا لو حصل الكرة الأرضية بكل السكان غير مستعدة تماما لعاصفة شمسية قوية. أنتوا عارفين لو حصل عاصفة شمسية قوية زي ما حصل قبل كده أكتر من مرة، هتحرق أسلاك الكهرباء، وبقى مفيش لا كهرباء ولا انترنت ولا تليفونات ولا 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 والكلام ده كله. نرجع للحياة القديمة مرة تانية، ما يشبه 200 وشوية 300 سنة فاتت. اكتشاف نجم جديد دوكس لا يشبه أي شيء سابق يحير علماء التطور كالعادة. ليه؟ لأنه يتحدى فرضية تكوين النجوم، لأنه مكون من 99.9% أكسجين، وهو قزم أبيض. ده من ياهو نيوز، لأن فرضية التطور بتقول لنا نجوم الجيل الأول والتاني والتالت، خاصة نجوم الجيل الأول، اتكونت إزاي بعد انفجار مزعوم إياه. الهيدروجين والهيليوم ابتدوا يتجمعوا مع بعض بالجاذبية مكونين النجوم. طيب عندنا ده نجم مكون من الأكسجين، إزاي مش جاية؟ فطلع كلام ده غلط. ده من ياهو نيوز. الطقس، العالم المضطرب. 28 مليون أمريكي في مناطق بها تهديدات من أعاصير في نهاية الأسبوع. عاصفة ثلجية شديدة تصيب شمال شرق أمريكا وتنزل 18 بوصة ثلج. سنو. الأمطار والفيضانات تقتل 36 شخص في باكستان. زادت الكوارث بتاعت الطقس اللي بتقتل البشر رغم اللي احنا فيه، كل ده من استعدادات. ده من فوكس نيوز. شيء لم يرى من قبل، وهو ثلوج في الربيع في الكاريبيان، الجزر الكاريبية. الزلازل اللي قال لنا الكتاب المقدس هنسمع عن زلازل عظيمة، وفعلا الزلازل بدأت تزيد في العدد والقوة. بعد ما كنا بنتكلم زمان على 7-8 زلازل في الأسبوع، ولا بالكتير 30 زلزال مؤثر في السنة، الكلام ده لغاية 2007 و2008 بنفس الساتلايت ومقاييس ريختر ووكالات الإعلام، بنفس التكنولوجي وبنفس وسائل الإعلام، بينا بص نتكلم عن كام زلزال في اليوم. وأنا بطلت حتى أذكر رقم 5، لأن ده زمان كان مهم نذكره، بعد كده لما كتر جدا بطلت أذكره، بقيت أذكر ما هو أكتر من 5. بص الأسبوع ده كام زلزال أكتر من 5، مش 5 وبس. يوم الخميس 40 زلزال في يوم واحد، منهم 6 في اليابان و6 في جوما وكتير 5 فما فوق. يوم الجمعة 36 زلزال، منهم 6.2 في ألاسكا و6.1 في بابا نيوجيني وكتير 5 فما فوق. يوم السبت 38 زلزال، منهم 7.2 في فانواتو، اتخفض بعد كده ل 6.9 وكتير 5 فما فوق. يوم الاثنين اللي هو امبارح 37 زلزال في يوم واحد، منهم 6 في الفلبين وكتير 5 فما فوق. شايفين كام رقم 6 في اسبوع واحد؟ الكلام ده كان يتعدى على الصوابع، رقم 6 ده في السنه مش في اسبوع، كان يتعدى على الصوابع. بص دلوقتي بقى كام مره في الاسبوع مش في السنه. زلزال فانواتو اللي هو 7.2 بالقرب من استراليا، ده فعلا سبب بعض الكوارث. زلزال اليابان 6 بقرب الشاطئ سبب مخاوف، لانه اليابان الان لا يتكرر الزلزال بتاع 2011. ده من فوكس نيوز. وكاله الولايات المتحده للجيولوجيا توضح ان الزلازل كمان المتوسطة لم تعد فقط بسبب عوامل طبيعية، بل تدخل فيها الأنشطة البشرية كمسبب كبير. وده من ياهو نيوز. عارفين الحاجات اللي بتحصل في استخراج البترول والكلام ده كله اللي هو الفراكشن،
آسف الفراكينج، عمليات الفراكينج دي شغالة بتعمل زلازل قد كده، وبعد كده نرجع الزلازل تقتل بشر ونرجع نلوم على ربنا ونقول لو كان في إله ما كانوش البشر دول ماتوا من الزلازل، واحنا اللي بنزود نسبة الزلازل في الأرض، متخيلين؟ ونرجع نلمي اللوم على ربنا، وربنا بريء من كل اللي بنعمله ده. آسف أستاذ الحبيب جورج، أنا عارف أن أنا زعلتك، معلش احتملني، لكن رجاء محبة تكون معانا الأسبوع الجاي وأسمعك في البداية أستاذ الحبيب. البركة، الدخان والنار اللي قال عنها الكتاب المقدس. انفجار ضخم البركان بوبو كاتابيتي في المكسيك، ده من جارديان، وفعلا انفجار بشع لهذا البركان، وصل يعني ارتفاعه أكثر من 40,000 شخص لازم كانوا يخلوا المكان. تصوير انفجار بركان شيكوراشكي من ساتلايت. انفجار بركان كان لاون في الفلبين ووضع المنطقة كلها في حالة تأهب، ده من CNN. شوفوا كم بركان في أسبوع واحد، بنتكلم على 3-4 براكين بينا بمتوسط في الأسبوع، بعد كده بنتكلم على 3 براكين في السنة. موت الكائنات الجماعي اللي قال لنا عنه الكتاب المقدس العهد القديم زي سفر هوشع، قال لنا ده هيحصل قبل عقاب الإنسان أو نزع الإنسان من الأرض. يوم 27 مارس موت 11,000 من البط بسبب إنفلونزا الطيور في كوريا الجنوبية. كنا بنتكلم لغاية 2006 و2007 حالة أو 2 أو 3 في السنة، وأحيانا ما فيش. دلوقتي بينا نتكلم عن حالة أو 2 في اليوم أو 3 في اليوم مش في السنة. يوم 28 مارس موت 19 درفيل في شاطئ في جورجيا. نفس اليوم موت مئات الآلاف من الأسماك في نهر إنديا في فلوريدا أمريكا. هذه صورة الكمية الضخمة اللي ميتة. بصوا كده قد إيه، ده النهر ده سطحه بالكامل متغطي سمك ميت، شايفين على مرمى البصر، شايفين المنظر قد إيه، ده في فلوريدا في أمريكا. كل ده حتى تحت كوبري لسه مكمل هناك، لو اللي يشوف معايا كل ده سمك ميت. أيضا في نفس اليوم موت كم كبير من الأسماك في شاطئ في نيكاراغوا. يوم 29 مارس موت 100 طائر سقطوا من السماء في كاليفورنيا ميتين، وزي ما قلت لكم الحدث ده لما حصل من 5-6 سنين فات وكان كارثة. دلوقتي بقينا عادي بنسمع عنه أكتر من مرة في الشهر، طيور تقع ميتة من السماء، أهي المنظر قدام حضراتكم. نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في شاطئ في كوينزلاند في أستراليا. أيضا نفس اليوم قتل 167,000 طائر بسبب إنفلونزا الطيور في نيجيريا. أيضا نفس اليوم موت 68 خنزير بري في غابة في روسيا. يوم 30 مارس موت مئات من الأسماك في بحيرة في الهند. يوم 31 مارس موت 8 حيتان صغيرة ببيهات على شاطئ في ميسيسيبي. يوم الخميس الماضي اكتشف 8 جثة طفل درفيل على شاطئ في ميسيسيبي، وتعجب شديد لدى العلماء للي بيحصل، ليه ببيهات الدرافيل بتموت كمان. نفس اليوم موت 61 حوت ودرفيل على شواطئ في انجلترا، وبهذا تتزايد جدا، بتتصاعد جدا عدد حالات موت الحيتان والدرفيل في 2006، وده من BBC نيوز. ايضا في نفس اليوم موت الالاف من قنديل البحر على شاطئ في فلوريدا امريكا. بص المنظر برضه على مرمى البصر، كل دي ميتين. وبده في 3 شهور بس، يناير وفبراير ومارس بس، 159 حالة موت جماعي للكائنات في 52 دولة. احنا لغاية سنة 2006 و2007 كنا بنتكلم يا ما فيش خالص، يا واحد يا اتنين يا تلاتة. بصوا في كام سنة وصلوا قد ايه، في أقل من 10 سنين وصلوا بقوا حالة أو اتنين أو تلاتة في اليوم مش في السنة. مش ده اللي قاله المقدس سفر هوشع على ما بيقول اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، أن الرب محاكمة مع سكان الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. مش ده بالضبط اللي بيحصل؟ الدول اللي كانت مسيحية ودلوقتي بتتجه للإلحاد ومنع الكتاب المقدس.
لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض، مش ده اللي بيحصل. لعن، كذب، قتل، وسرقة، وفسق، يعتنفون ودماء تلحق دماء. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنزع. ده برضو لسفر صفانيا إصحاح 1، نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض يقول الرب، أنزع الإنسان والحيوان، أنزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع الأشرار، وأقطع الإنسان عن وجه الأرض يقول الرب. هو ده اللي بيحصل. ومحدش كان يصدق الكلام ده، يعني إزاي سمك البحر يموت؟ تخيل من 200 سنة لو حد كان قال لك سمك البحر هيموت قدام عينيكم، حد كان هيصدق يعني إيه سمك البحر يموت؟ حد يقدر يروح البحر ويقتل كل السمك؟ دلوقتي سمك البحر بينزع فعلا. سرب كبير من النحل يهاجم ويحاصر مسلمين في جامع في فينيكس أريزونا أمريكا، ولدغ 20 شخص مسلم على الأقل، والغريبة إن هو ما أصابش أي منطقة حوالين هذا الجامع. بتكلم بجد، وأدي الخبر من اي بي سي نيوز، وجايب لكم اللينك بتاع الفيديو لو عايزين تشوفوه، وما أثرش في المنطقة فيما عدا هذا الجامع والمسلمين، وخلاهم يتلفوا بملايات، طلعوا متحجبين ويجروا خايفين من النحل. أهو الشرطي قدامكم ولا لابس حاجة، والنحل بيجري ورا المسلمين وبس. بتكلم بجد مش بهرج، قدام عينيكم الشرطي اهو بنصكم ولا فارق معاه، والمسلمين هم اللي متلفحين ببطاطين وبملايات بملايا اللف بيجري من النحل اللي طلع يطاردهم في كل حته. وادي اللينك اللي عايز ادي صوره الخبر، وادي اي بي سي نيوز اللي عايز يتاكد الموضوع. وبقى اللي زادت بسبب انتشار السريع للإيبولا في غينيا، تخطيط لتطعيم كل اللي يتعاملوا مع المرضى، وده من ياهو نيوز. صورة لنهر النيل يتحول إلى اللون الدموي، عايز أقول الصورة دي على فكرة مش حقيقية، بواسطة ساتلايت أوروبي الصورة دي انتشرت، ولكن الصورة دي صورة مية، مش صورة المية يتحول للون دم، بل ألوان طيفية للمناطق المزروعة، ده من CBS. فالصورة اللي اتنشرت وناس كتيرة اتخضت منها، لا ده مش صورة حقيقية. أخبار الحروب، بعض الاحتدام بين روسيا والصين واليابان في المحيط الهادي بسبب أنشطة اليابان الاستخباراتية بالجزر الصينية أو اللي سيطرت عليها الصين المتنازع عليها. أيضا الاحتدام بين روسيا وأوروبا يقترب خطوة أو يقرب خطورة الحرب النووية في أوروبا، ده من ياهو نيوز. ما لنا الكتاب المقدس هتسمعوا عن حروب وأخبار حروب، ونفضل باستمرار إمتى هتولع عن الحرب. الصين تضع اللمسات الأخيرة لسلاح نووي جديد يستطيع ضرب أمريكا. كوريا الشمالية أطلقت صواريخ قصيرة المدى على طول شواطئها، وده من وكالة رويترز. الراجل ده كل أسبوع لازم يلعب شوية بالصواريخ. رئيس كوريا الشمالية يقول نحن الآن مستعدون لهجوم مسبق نووي على أمريكا. أيضا كوريا الشمالية تهدد الصين بعاصفة نووية، وده من مجلة زويك. أوباما وعدد من زعماء العالم يجتمعوا لمناقشة كيف الضغط على كوريا الشمالية عشان توقف أنشطتها النووية. وبالفعل أوباما ورئيس الصين يوم الجمعة الماضية يحذروا كوريا الشمالية ويطالبوها بأن تسلم أسلحتها النووية، ده برضو من فوكس نيوز. هو غالبا هيولعها. رئيس روسيا قد يكون بدأ يدير ظهره للأسد، وقد يتفق مع أوباما على نزع الأسد من السلطة. وأوباما يقال إن هم يتفقوا على نزع الأسد من السلطة السورية. أوباما يعطي هدية أخرى لإيران ويكسر وعد آخر مما قالوا، ويعطيها حرية مالية أوسع بكثير، ده من نيويورك بوست. وفي المقابل أوباما ده اللي شغال عميل لإيران، إيران تحذر أمريكا من عدم التدخل في خطة الصواريخ بعد
بعيد المدى الإيرانية وتعتبر ده خط أحمر لأمريكا. وزير فرنسي يحذر أن هناك 100 إرهابي مسلم آخر مستعد لعمليات إرهابية في فرنسا. البيت الأبيض يتضايق ويلوم الرئيس الفرنسي لأنه يقول الإرهاب الإسلامي، وأشار إلى الإسلام أنه هو جذور الإرهاب. أوباما مش مستحمل أن حد يقول له إرهاب ويجيب معها كلمة إسلام. أوباما ما عملش حاجة في ال7 سنين وشوية اللي قضاها إلا أنه هو كثف كل حياته كرئيس في الدفاع عن الإسلام. طيب معلش، هو في واحد بس مصر يشتتكم، فخلوني يعني نشيل ده من ده يرتاح ده عنده. يلا. اكتشاف أن على الأقل 50 شخص موالي لداعش يعملون سواء حاملي شنط أو عمال نظافة أو طباخين في مطار في بلجيكا. ده من ميل أونلاين. يعني المسلمين ييجوا لاجئين، بعد كده يبتدوا يشتغلوا الأعمال الصغيرة، بعد كده يفجروا المطارات. جريدة في النمسا تقول حان الوقت لمناقشة هل يجب منع الإسلام في أوروبا؟ بدأوا أخيرا بعض وسائل الإعلام الأوروبية تتكلم. وجريدة في إيطاليا أيضا تقول وتطالب بمنع الإسلام وطرد المسلمين من أوروبا. واليونان بالفعل بدأت في طرد المهاجرين العرب الذين أتوا إليها من اتفاقية الاتحاد الأوروبي وترجعهم لتركيا، وده من ياهو نيوز. للأسف فعلا ده جاي متأخر شوية. داعش تدعي مسؤوليتها عن تفجير سيارتين في روسيا. تهديد إرهابي لقنبلة مطار في السويد. ده من أرتينيز. ألمانيا في حالة استعداد لأن داعش تحفز لهجوم على المطارات الألمانية. ومظاهرة حاشدة في ألمانيا من المسلمين يهتفون بمساعدة الله سوف نغزوكم. يعني ألمانيا فتحت ذراعها لمليون ونص لاجئ مسلم، ولما جم أرضها وأخدتهم وأكلتهم وشربتهم وسكنتهم وبتديهم كمان بوكيت ماني، طالعين بمظاهرة يقولوا لها هنغزيك يا ألمانيا، وهم في ألمانيا. هذه ظهر حجمها، بصوا قد إيه. حزب سياسي في ألمانيا يبدأ يطالب بغلق جميع الجوامع في ألمانيا، ورغم كل ده أوباما لا يزال يدافع عن الإسلام وبقوة. الحكومة التركية تبني جامع ضخم في ميريلاند بقيمة 100 مليون دولار. داعش تخطط لهجوم كبير على إسرائيل. تدريب عسكري بحري موسع لإسرائيل استعدادا لهجوم داعش المحتمل عليه. باحث في هارفارد يوضح أن داعش اقتربت من استخدام الأسلحة النووية في العمليات الإرهابية. وتقرير يوضح أن خطة داعش هي استخدام طائرات بدون طيار لهجمات نووية متى اكتمل امتلاكهم لأسلحة نووية قوية على الغرب، وده من التلغراف. البنتاغون يأمر أسر الجنود أن يغادروا تركيا بسبب التهديدات. القبض على 17 مسلم شرقي بعد أن أطلقوا مئات الطلقات في كاليفورنيا. وكل ده أوباما شغال بيدافع عنهم ويستضيفهم أكتر وأكتر. تقرير يوضح أن طائرة حربية إسرائيلية ضربت أهداف لداعش في سيناء مصر. طبعا برضه محدش تكلم. أخبار عامة. وصل التحكم في أمريكا إلى أن الحكومة الفيدرالية تعاقب المدارس اللي لم تتبع قواعد الغذاء اللي وضعتها ماما ميشيل أوباما. أنتوا عارفين زي ماما سوزان مبارك
وكان لازم كلامها يتنفذ على المدارس والمكتبات والكلام من ده. دلوقتي ماشي الموضوع برضو، طنط ميشيل أوباما نفس الموضوع ده من فوكس نيوز. دراسة محزنة توضح انخفاض معدل ذكاء جدا في أمريكا. Depressing Survey توضح إزاي إن الناس في أمريكا البيض بيقوا في منتهى الغباء. بعض التعليقات: الدراسة وضحت الجهل، الغباء، عدم البحث، عدم التفكير بخاصة في الشباب. وضحت أيضا إن فوق 4 مليون ويب سايت إباحي بيزوروهم يوميا مستخدمين أكتر من اللي بيستخدموا تويتر وأمازون ونتفليكس معا في اليوم. ولأول مرة في تاريخ البشرية عدد الناس الأكبر من خمسة وكمان وضحوا أنه معدل القراءة انخفض، معدل التفكير انخفض، معدل الدراسة انخفض، معدل الإجابة والدرجات في الكليات والهاي سكول والكليات انخفض. بيقولوا كفاية أنه هم وصلوا للغباء أنه اللي يعمل جريمة في أمريكا يدوله مرتب ويسكنوه ويعيشوه أحسن معيشة عشان ما يعملش جريمة مرة تانية. ايه الغباء ده؟ اسهل طريق في امريكا ان انت تعمل جريمة صغيرة تتعاقب عليها حاجة بسيطة وتعيش ملك بقية حياتك. ده الغباء اللي وصلنا له. ما علينا. لأول مرة في تاريخ البشرية عدد الناس اللي اكبر من 65 سنة يفوق الاطفال اللي عددهم اقل من 5 سنين. ودي إشكالية لأنه معناها الناس اللي بتشتغل هيبقى أقل من الناس اللي على المعاش وشغالين بياخدوا معاش وبس. ده أوريدي كندا وصلت له السنة اللي فاتت، ولكن بقية الدول العالم زي أمريكا وأوروبا هيوصلوا له في ال4 سنين الجاية. ده من CNS. تكرار صوت الانفجار والأبواق اللي بيسمعوه الكثيرين، والمرة دي في ماساتشوستس، آسف لو بنطقها خطأ. قد يكون اقترب ميعاد بناء الهيكل الثالث لأن هناك بحث عن أبناء لاوي المستحقين أن يكونوا كهنة. إسرائيل دلوقتي بيدوروا مين فعلا من أبناء لاوي الحقيقيين اللي محتفظين بنسبهم والكلام ده كله، واللي يستحقوا أن هم فعلا يبقوا كهنة. الأمم المتحدة تعتبر إسرائيل هي قمة الدول اللي تخترق حقوق الإنسان، والسعودية زي الفل. السعودية اللي بتقطع رقاب الناس وبتقطع إيدين الناس، والصين اللي بتضطهد المسيحيين وكوريا الشمالية والكلام ده كله عادي. وإسرائيل اللي مليانة مسلمين ومسيحيين ويهود متعايشين مع بعض معتبرينهم أكتر دولة ضد حقوق الإنسان. توب على الليست. عشان الخدعة الفلسطينية. مدرسة إسلامية في قلب إنجلترا تعلم الطلبة بكره اليهود والمسيحيين الأوروبيين. ده مش في مصر ولا السعودية، ده في إنجلترا. المدارس الإسلامية بتاعت الغرب فتحوا مدارس إسلامية للمسلمين عشان يبسطوهم. طب هم بصوا بيعلموا فيها إيه؟ عمدة نيويورك يعطي لمجموعة فلسطينية عليها شبهة إرهابية $500,000. الراجل ده تصرفاته غريبة. ده الراجل اللي كان ماشي في المظاهرة بتاعت الشواذ لو تفتكر. إشاعات عن تنحي البابا فرانسيس في مايو 2016، والخبر ده غير مؤكد. إشاعات. أخبار اقتصادية: ديون الشركات الأمريكية تتضخم ووصل لرقم لم يحدث من وقت الأزمة الاقتصادية السابقة. تحويل المجتمعات لتصبح بدون نقد اللي هي كاشلس لا يحل الكوارث الاقتصادية. شركة الطيران بوينغ تقص 4000 وظيفة على منتصف السنة، ده من CNBC. تلت الأمريكان ما عندهمش دخل كافي حتى لتغطية الاحتياجات الأولية. يعني تلت الأمريكان لو هناخدها بالعدل هم من تحت خط الفقر. الديون الأمريكية، وده من الموقع الرسمي لـUS Debt، وصل 19.25 تريليون دولار بالتي. يعني مليون المليون المليون. آسف.
ألف ألف مليون، لأنه مليون ثلاث أصفار بليون ثلاث أصفار تريليون، فألف ألف مليون أو مليون المليون. متخيلين ديون أمريكا وصلت 19.25 تريليون، الديون العالمية وصلت 60 تريليون دولار. متخيلين الرقم اللي وصل له الديون العالمية؟ العالم مديون بستين تريليون دولار. خبراء اقتصاديين يحذروا ان هرمجدون الاقتصاد العالمي اقتربت، ملهاش حل، لازم الكارثة الاقتصادية والتضخم من الديون لازم يجيله في وقت وتحصل انهيار. بسبب الإرهاب الإسلامي في باريس وأوروبا، هجرت ما يقترب من 10,000 مليونير فرنسا لأماكن أخرى أكثر أمناً، وده من ناشونال بيزنس تايمز. البعض يتساءل لماذا السعودية تشتري المزارع الأمريكية اللي ضربت بالجفاف بالفعل في غرب أمريكا، ده من فوكس نيوز. السعودية تروح المزارع اللي باظت بسبب الجفاف في كاليفورنيا، وكاليفورنيا اتضربت بشدة بالجفاف، مزارع كتيرة باظت، السعودية بتروح تشتريها. اضطهاد المسيحيين اللي زاد، داعش احتفالا بالجمعة العظيمة صلبت قس كاثوليكي، ميل حبوا يشاركونا في الاحتفالات فجابوا قس كاثوليكي وصلبوه في الشارع. نمات ادي المحبة الإسلامية، معلش اتكتب له أكليل الاستشهاد. مجلس السنت في أمريكا سيجتمع في تينيسي للتصويت على جعل الكتاب المقدس الكتاب الرسمي. الكتاب المقدس دلوقتي بقى محتاج قرار أن يتسمح به. متخيلين؟ ده من ABC نيوز. لماذا الملحدين يشتعلون غضبا من إعلان غير مؤذي لكنيسة فوق برج مياه، رغم أن برج المياه اتبنى على أرض الكنيسة؟ عايزين يبنوا برج مياه في مدينة، فكنيسة تبرعت لهم بالأرض فبنوا البرج المياه وكنيسة بس حطت اسمها لأن الأرض دي ملكها. الملحدين ازاي وازاي تحط اسم كنيسة على برج مياه؟ تكرار حالات قطع رأس وأيدي تمثال للتمثيل للسيدة العذراء في بليركا في بوسطن في أمريكا، مضايقهم قوي تمثال الست العذراء، مش مستحملينه. استمرار انخفاض عدد الإنجليين الجمهوريين الذين يؤمنون أن الكتاب المقدس هو كلمة الله. جامعة أكسفورد بعد 800 سنة تقرر أن الطلبة مش محتاجين يدرسوا مادة مسيحية ثيولوجي كريستيان ثيولوجي، ممكن يختاروا مكانها بوذية إسلام أو حتى فيمينين مادة نسائية أو غيره. هذه اللي وصلت له الجامعات العالمية. الصلاة توقف رجل مسلح دخل كنيسة في منفس عشان يطلق النار على الشعب، والشعب صلى وفعلا الموقف انتهى. الانحدار الأخلاقي اللي وصلنا له، في نفس اليوم اللي حيقام فيه معبد البعل، أمريكا بجلالة قدرها بتعمل معبد للبعل في نيويورك يوم 19 أبريل، وفي لندن في نفس التوقيت. هو نفس اليوم المناسب لبداية الاحتفال بالبعل تاريخيا اللي يسمى The Blood Sacrifice to the Beast، واللي يستمر 13 يوم وليها علاقة بعبادة الشيطان. بعض طلبة في كولورادو هيتوزع عليهم كتب عبادة الشيطان. مين العمل الموضوع ده؟ عبادة الشيطان؟ لا، الملحدين وعبادة الشيطان مع بعض ضغطوا على الإدارات التعليمية عشان توزع كتب عبادة الشيطان. ممكن تقولوا لي ليه الملحدين بيكرهوا جدا توزيع الكتاب المقدس وكل الحروب الضخمة اللي بيقولوا بيها، وفي نفس الوقت يحاربوا علشان تتوزع كتب عبادة الشيطان؟ الملحدين اللي لا بيؤمنوا لا بربنا ولا بالشيطان، ولكن ما يستحملوش الكتاب المقدس، ولكن يشجعوا على نشر كتب عبادة الشيطان. ممكن تقولوا لي ليه؟ نفس الإله، طريقين لنفس الشخص. موضة ملابس شيطانية في الصين، ده من ميل أونلاين. بص المناظر بالذمة إزاي.
موضة الملابس اللي في الصين، ملابس شيطانية. هيلاري كلينتون تقول الأطفال قبل الولادة ليس لهم أي حقوق، حتى لو قبل ما يتولد بساعة. فوق 80 شركة كبيرة في أمريكا يساندون حقوق الشواذ، أبل وكل الكلام ده كله، دول كلهم ينصروا الشواذ ضد المسيحية. إسرائيل تستثمر 3 مليون دولار في السياحة المثلية للأسف. المسلسل الكرتوني هومر سيمسون اللي هو ذا سيمسون يجعلون شخصية فيه يعلن ان هو شاذ علشان يكسب صداقة الشواذ. فندق في إلينوي يعاقب بغرامة 80,000 دولار، ليه؟ علشان رفض إقامة حفل الجواز. إزاي؟ جامعة مارك ويت تتحرك لرفض بروفيسور لأنه يدافع عن معنى الزواج أنه بين رجل وامرأة فقط. إزاي وإزاي بروفيسور يقول أن الزواج معناه راجل يتجوز امرأة ليس أي شيء آخر؟ عايزين يرفضوه. وكلية تهدد سيدة لأنها ترفض أن تستخدم الحمامات بالمشاركة مع الرجال، تهددها أن هي ممكن تترفض. أنتوا دلوقتي عارفين لما طلع موضوع الشواذ ويطلع راجل يقول أنا شاذ أنا عايز أستخدم حمام الستات، لو طلعت ست تعترض تقول ده راجل عايز يستخدم معانا الحمام بتاع السيدات، هي اللي تترفض مش هو. هو يدفعوا له تعويض وهي اللي تترفض. ده اللي وصلنا له دلوقتي. اي راجل عايز يدخل حمام ستات، اللوكرز بتاع الستات، الشاورز حتى بتاع الستات، كل الموضوع اللي يقوله ان هو يقول ان هو ترانس جندر ولا واتيفر يدخل براحته. ولو ست فتحت بقها واعترضت تتعاقب. مجلس بورتلاند يصدر منع سفر لكارولينا الشمالية، ليه؟ ايه الخطية البشعة اللي عملتها؟ لأنها أصدرت قانون اعتبروه مش في صالح الشواذ، فبدأت الولايات الأمريكية الباقية تمنع السفر لكارولينا الشمالية. وبعد ما عملت كده تبعها بعض الولايات الأخرى. ده من ABC News. متخيلين؟ أولياء الأمور غاضبين في بعض المدارس الأمريكية علشان بيعلموا أولادهم في ابتدائي أمور غير لائقة زي الطلاق، الشذوذ، والجنس وغيره في الكتب التحرر في الأديان. متخيلين؟ بنتكلم على أطفال ابتدائي. هل وصل الأمر إلى أقصى مدى لإعثار هؤلاء الصغار؟ إنه طرد طفلة 4 سنين من حضانة في دنفر في أمريكا. ليه؟ لأن أولياء أمور الطفلة دي سألوا إدارة الحضانة إزاي تعلموا أطفال 4 سنين أمور عن الشواذ؟ فكان الحل ان هم انطردوا الطفلة من الحضانة. بيعلموا الاطفال في الحضانة سن 4 سنين الشذوذ، ولو اعترض اولياء الامور النتيجة بتكون طرد اطفالهم من الحضانة. هذا الخبر قدام حضراتكم، هذا اللي وصلنا له. ايه رأيكم في اللي اصبح فيه العالم؟ ما بقولش كلام ده عشان اخوف حد، بل بالعكس ربنا قال لنا هيحصل الحاجات دي واشار اليها بتلخيص. لكن ليه ربنا قال لنا على الحاجات دي كلها؟ قال لنا عشان نستعد، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل رومية 13: هذا وأنتم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار. وده المطلوب هو الجملة الجاية: فلنخلع أعمال الظلمة، فلنلبس أسلحة النور. هو ده اللي ربنا عايزه مننا، ان احنا نخلع اعمال الظلمه. مفيش وقت كتير، ربنا بيقول لك استعد من دلوقتي لنسلك بلياقه كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. احترس لو متمسكتش بربنا من دلوقتي مش هيكون عندك وقت كبير تجمع فيه زيت في مصابيحك، ولو ما جمعتش زيت كتير ممكن ما يكفيش مصباحك ان هو تنتظر لغايه ما العريس ياتي زي العذراء الجاهلات. لازم تجمع زيت يكفيك لغاية ما يجي العريس. محتاجين من دلوقتي. فكل الكلام ده ليه؟ أولا عشان ما نخافش، زي ما قال لنا لا ترتاعوا، ما تخافوش، ما نبقاش زي ما قال المعلم بطرس الرسول
خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا. ما تخافوش زاد العالم، بل بالعكس تفرحوا ان ربنا الكلام اللي قاله بيحصل، ده معناه ان كل وعوده صدق، كل كلمه قالها ربنا صدق. بل نؤمن زي ما قال في انجيل يوحنا 14 29، قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ يعني ربنا قال لنا العلامات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل نصدق كل كلمه في الكتاب المقدس في زمن بيشككون في كل كلمه في الكتاب المقدس. والحاجه الثالثه والمهمه عشان نستعد، ومتى ابتدات هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. عريسنا قرب يجي والشيطان عارف، معرفش هيجي امتى، سنه، 70 سنه، 700 سنه، معرفش. لكن الشيطان حاسس ايضا وعارف ان هو اصبح ليه زمان يسير، فعايز يفقد سلامنا وعشان ما ننالش اكاليل. ايضا مهم ان احنا نستعد. طب لو المسيح هيجي القرن الجاي، بس انا ممكن اسلم وديعتي بكره. في حياه الاستعداد مطلوبه في اي وقت. استعدوا، قد اسلم وديعتي في اي وقت. في 150 الف شخص بيموت في اليوم، معرفش اكون انا منهم امتى، فمحتاج اكون مستعد في اي وقت. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب.